Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum azat, mena takounou saha jayida. Vidéo ou vidéo mخصص لجميع المستويات وخاصة تلاميذ البكالوريا حيث انهم سيساعدهم على تجاوز مشكل الخلط في استعمال passé composé, passé simple et l'imparfait. اذا فابقوا الى الاخير لكي تفرقوا ما بينهم ولا تنسوا الرجوع الى الفيديوهات مخصصة لكل زمن محدد. كما تعلمون L'imparfait, passé composé et passé simple, كلها أزمنة تعبر عن الماضي ou bien le temps du passé. إذن عندما نريد أن نتحدث أو نحكي وقائع حدثت فإننا نصرف الأفعال في الأزمنة التي تعبر عنها. مثلا نتحدث عن أشياء تحدث الآن. يعني le moment où l'on parle. فإن الفعل سيصرف في le présent. أما عندما نتحدث عن أشياء حدثت من قبل فإننا نصرفها في l'imparfait ou bien passé composé ou bien passé simple ou bien d'autres temps أزمنة أخرى تعبر عن الماضي أما الوقائع التي لم تحدث الآن بل ستحدث في المستقبل فإننا نصرفها في le futur أو المستقبل وهذه أزمنة الماضي ou bien le temps du passé هناك اختلافات في استعمالاتها أو bien différence pour leur utilisation. سنحاول أن نعرف جميع أنواع الاختلافات. نبدأ بالإمبارفي. الإمبارفي يستعمل من أجل الوصف, la description, أو bien l'habitude. L'habitude يعني أشياء تحدث عادة وتتكرر, تصبح عادة. والأشياء التي لم تنتهي, n'est pas terminée, inachevée. يعني لم تتم بعد في الماضي ولكن لم تكتمل أو مثال quand il faisait froid il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée إذا لاحظوا معي الفعلين faisait faire oublier مصرفان في l'imparfait على l'habitude العادة la description الوصف l'action inachevée النشاط الذي لم يكتمل لاحظوا الجملة quand يعني عندما يعني شيء يتكرر أصبح عادة il faisait froid الجو بارد يعني وصف هنا il n'oublie pas de mettre ses gants sur la cheminée لا ينسى أن يضع قفازيه على المدفأة إذن أصبح عادة أنه دائما وهذا النشاط غير مكتمل وغير محدد عكس ذلك الأفعال نصرفها في الباسي كومبوزي و الباسي سامبل عندما تكون الأنشطة بريسيز و أشوفي مكتملة ومحددة بريسيز محددة أشوفي مكتملة لاحظوا الجملة لكي تفهموا أكثر Il a mis ses gants sur la cheminée en rentrant du travail وضع قفازيه على المدفأة عندما عاد من العمل هنا الجملة لاحظوا وضع قفازيه على المدفأة عندما عاد من العمل إذن نشاط محدد ولم يتكرر في الماضي نفس الجملة سنحولها إلى الباسي سامبل Il met ses gants sur la cheminée en rentrant du travail إذن قمنا بتصريف الverb mettre au passé simple mis بعد أن غيرنا تصريف الفعل من passé composé au passé simple لم يتغير شيئا لماذا لأن ما قلناه عن الباسي كومبوزي سنقوله كذلك عن الباسي سامبل قلنا لي ما جدوى استعمال الباسي سامبل الباسي سامبل يجب معرفته لأنه يستعمل في الأدب الفرنسي في الروايات والحكايات وغيرها دون لي ريسي دون لي رومون لي كونت اكسيتيرا لإعطاء جمالية وإخراج من الواقع بعكس الباسي كومبوزي يستعمل في الشفوي ويستعمل في الحياة اليومية وكذلك في الكتابات العادية خارج إطار الأدب نستعمل الباسي كومبوزي و الباسي سامبل لأشياء حدثت في الماضي باسي داتي معناتها محدد أشوفي اكتمل في الماضي مثال يجمع لي دو طون سواء لامبارفي باسي كومبوزي و بيان لامبارفي و باسي سامبل جو مارشي سول أمشي وحيدا صرفنا الفيرب مارشي لامبارفي لاحظوا وسنضيف soudain un modulisant soudain فجأة je l'ai vu apparaître au coin de la rue شاهدته ظهر أمامي في ركن الطريق
صرفنا الverb voir ici au passé composé لأن نقوم بذكر الواقعة التي حدثت في تلك اللحظة المحددة كما أن هنا الأولى الامبارفي لماذا لأنها au premier plan الثانية au passé composé au deuxième plan لأن الماضي والماضي البعيد الامبارفي نصرف في الماضي البعيد تصريف الفعل الثاني إلى الباسي سامبل je l'ai vu إذن je marchais seul soudain je l'ai vu apparaître au coin de la rue لاحظوا لم يتغير شيء فقط غيرنا تصريف الفعل من باسي كومبوزي إلى باسي سامبل لنضفي عليه أكثر جمالية وتعبير أدبي لنفهم مبدأ le premier plan et deuxième plan من خلال مثال فيه la cause et la conséquence السبب والنتيجة لاحظوا الجملة Elle était en colère. إنه كان غاضبا. صرفنا الفعل الامبارفي. لماذا؟ لأن هذا الماضي ولكن وقع الأولى أو الحدث الأول. Alors كنتيجة. Alors donc par conséquent. إذن. Il a préféré quitter la pièce. فضل أن يغادر الغرفة. صرفنا الverb préféré. ماذا؟ في الباسي كومبوزي. لماذا؟ لأن الواقعة الأولى الغضب سبقت النتيجة التي هي أنه غادر الغرفة إذن الأولى سنصرفها في الامبارفي والثانية في الباسي كومبوزي أو الباسي سامب إذا كان في كونتكست ليتيرير يعني في محتوى أدبي لإضافة الجمالية نأخذ نفس المثال ونقوم فقط بتغيير الفعل الثاني ونصرفه في الباسي سامب كما لاحظنا أنه لم يتغير شيئا Elle était en colère alors Elle préféra quitter la pièce. Et donc, elle fait l'aul à l'imparfait, elle fait le tani au passé simple, préféra liquer la nourrirche en min la valeur au qimet al-jumla. Bahit anna le passé simple a indo nafs la valeur de passé composé. L'extrait ou le maqta misérable bu'asa de Victor Hugo. La réponse était dure, mais elle allait au but avec la rigidité d'une poêle d'acier. L'évêque en tressaillait, il ne lui vint aucune réponse. Mais elle était froissée de cette façon de nommer bossu. Était allé était conjugué à l'imparfait. Li t'adiatur d'iftha, comme en le verbe tressaillait vint conjugué au passé simple. Kadelka li wadifati wadawri. Ce fut presque une explosion. Fut être au passé simple, comme hal riwayat. Oui, monsieur, il y a longtemps que le peuple souffre, le verbe avoir au présent, souffre, présent, depuis que je suis dans ce pays, suis, être au présent, j'ai vécu. Là, c'est le passé composé, dans cet enclos, ce ne mettant pas les pieds dehors, ne voyant personne que cet enfant qui m'aide, aide au présent. L'imada, huna, l'imada, sarrafna l'af'al, في البريزون اي لو باسي كومبوزي بدل باسي سامبل رغم انه روايه ادبيه لماذا لان الشخصيه دخلت في الروايه فالشخصيه تتحدث بما ان الشخصيه تتحدث لاحظوا هناك تيغي بجانب وي تيغي تدل على ان هذا ديسكور ديريكت عندما يكون ديسكور ديريكت فاننا نصرف البريزون اي لو باسي كومبوزي بدل وصلنا الى نهايه ولم يبقى لنا الا القول ميرسي بيان بور فو توس شكرا لكم جميعا ولا تنسونا بسابوني أو اشتراك تفعيل الجرس وإعجاب أو لايك أو جيم لمحتوى القناة لكي تدعمونا لكي يصلكم دائما الجديد ونعطي أكثر